وصلنا لاخر موضوع معانا في الجزئيه بتاعه ويب ابلكيشن فولنربيليتيز وهو السيكوال انجكشن. خلينا متفقين كده انه الويب ابلكيشن ابسط واحد حتى الايام دي على الاقل بيستخدم قاعده بيانات، ده الا لو ما كانش الموقع كله عباره عن ستاتيك بيجز، بس بيستخدم قاعده البيانات دي بقى ليه؟ سواء بقى عشان يخزن داتا او اليوزر كريدنشلز اللي عنده، بيانات المستخدمين وغيرها. وانواع الداتابيز دي بتبقى عندنا مثلا زي ماي سيكوال والسيكوال سيرفر والاوراكل وغيرهم كتير. طيب ازاي اقدر اتعامل مع قواعد البيانات دي، او مين اللي بيتعامل معاها، مين اللي بيقدر يعمل اتصال ما بينه وما بين قواعد البيانات دي؟ عندك السيستم اوبريتورز او البروجرامرز، يعني دول يقدروا يعملوا سكريبتس تقدر ان هي تخزن الداتا او تتعامل مع قواعد البيانات، او حتى الويب ابلكيشن اللي هو موقع الويب، وده بيتم عن طريق ستراكتد كويري لانجويج او زي ما بنسميها سيكوال. فنيجي هنا بقى للسؤال، يعني ايه سيكوال؟ SQL هي طريقة ان انا بتكلم بيها مع قاعدة البيانات، في الواقع هي اشبه بالانجليش وهي بسيطة جدا. يعني لما احب مثلا اجيب الاسماء من جدول فلاني بقول له والله هات لي اليوزر نيم الجدول ده، فبقول له select user name from accounts. فالكومنتس دي اللي بنستخدمها في SQL دي بقى بنسميها queries، لكن انت اكيد كيوزر بستخدم الموقع، يعني مش بروح اقول للموقع اعمل لي select كذا من كذا، لا. يعني لو فرضا على سبيل المثال انا رايح اعمل login دلوقتي، المفروض ادخل user name بتاعي والباسورد، فالصفحة بتاعت PHP نفسها اللي هي وليكن مثلا login.php هي اللي بتبعت الكويري لقاعدة البيانات تقول له تأكد لي من ان اليوزر ده احمد والباسورد الخاص بيه دول عندك ولا لا. ناخد مثال واقعي كده في الاول، لو جيت هنا مثلا على صفحة الدخول دي من OSP top 10 بعدين injection و bypass authentication وبخش على login، انا مجرد ما اكتب له مثلا اليوزر نيم لمباوي والباسورد 1 2 3 4 5 6، مجرد ما انا اضغط enter اللي بيحصل الصفحة دي اللي اسمها login.php بتبعت كويري اسمها select username from accounts where username اسمه لمباوي and password من 1 لـ6، وضغط enter. لو هو مش موجود هيبعت لي رسالة ان الاكاونت مش موجود. السيكوال انجكشن بقى بيحصل ازاي؟ ان انا لو جيت قلت له لمباوي username هيقول له select username from accounts where username اسمه لمباوي and password equal وحط له single quote اللي هي حرف الطاء لكن باللغة الانجليزية، وضغط enter. وقتها زي ما احنا شايفين حصل error لان انا كده عملت break للستيتمنت، هي حاليا مش صحيحة. لو هنلاحظ هنا هنلاقي ان الامباوي اتحطت ما بين سينجل كوت، لكن انا لما جيت في الباسورد حطيت له سينجل كوت، هو ما فهمش طب دي قفلت دي ولا قفلت دي، وكده في واحده زياده، فكده الاستيتمنت مش صحيحه وحصل ايه الايرور. طيب واحد يقول لي ده مجرد ايرور بسيط، انا ايه الخطوره في كده؟ طيب تخيل معايا دلوقتي لو انا جيت اقول له select username from accounts where username equal امباوي and password واحط سينجل كوت انا اللي هضيفها عشان اقفل الاستيتمنت الاساسيه، وبعدين اعمل سيمي كولون واقول له drop all database واعمل سيمي كولون بعدين شباك، بحيث ان الشباك ده هيعمل كومنت للسينجل كوت اللي في الاخر خلاص بقى انا مش عايزها، واضغط انتر. كده انا قدرت اعمل انجكت لسيكوال كويري، يعني اللغه اللي بتفهمها قاعده البيانات، وقلت له امسح لي كل الداتابيزز اللي عندك. فزي ما احنا شفنا الخطوره بتاعت الثغره دي اتس كريتيكال. لو هنبص مثلا على حاجه زي هاكر ون، فهو كل البروجرامز اللي عندهم بتصنف السيكوال انجكشن على انها كريتيكال. لو رحنا على حاجه زي باك راود هنلاقيهم بيصنفوها في البي 1 اللي هو اخطر حاجه، ولو جينا نشوف السي في اس اس الخاص بيها هنلاقي السكور بتاعها من 9 لـ10، وده اسمه الكومن فولنربيليتي سكورنج سيستم او السي في اس اس. ده ببساطه معيار محطوط عشان اقدر اقيم الثغره خطورتها قد ايه، هل مثلا هي بتاثر على شخص واحد ولا عدد كبير من الاشخاص، وهل انا سهل ان اكشف الثغره دي ولا لا، والاستغلال بتاعها سهل ولا لا، ومعايير شبه كده، ومنها بقدر احدد الثغره دي واقدر اديها رانك. فانا دلوقتي ما قدرتش بس ادمر كل الداتابيزز اللي موجوده على السيرفر، انا ممكن اقدر عن طريق سيكوال انجكشن اقرا فايل من على السيرفر، او انفذ اوامر على السيستم، او اعمل انستول لشيل او باك دور بحيث ان انا اكنترول كل الانفراستراكشر او السيستم ده، او حتى لو هنبص للناحيه الاوفنسيف او الهجوميه اقدر ان انا اسرق كل الداتابيز الموجوده واخد نسخه منها عندي، او حتى انا ابعت عليها رانسام وير يشفر الداتا دي كلها، يبقى انا الوحيد اللي معايا الكي او المفتاح اللي يقدر يفك تشفير الداتابيز دي، او حتى اخد الكريدنشال زي مثلا اليوزر نيم والباسورد او كريدت كارد وباقي السنسيتيف انفورميشنز اللي بتبقى موجوده في الداتابيز. فالداتابيز دي تعتبر المركز او القلب بتاع الويب سايت، ومش الويب سايت بس، تعتبر بتاع الشركه كلها، واي ضرر على الداتا دي هيأثر على البيزنس الخاص بالشركه كامله. تقريبا في 2016 كان حصل ان شخص قدر ان هو يوصل لقاعده البيانات الخاصه باوبر وطلب منهم فديه علشان ما يسربش قاعده البيانات، طنشوه قام جاي مسرب قاعده البيانات من هنا، والشركه خسرت حوالي فوق ال 100 مليون دولار نتيجه لحاجه زي كده. طيب لحد دلوقتي تقريبا الصوره بقت اوضح عندنا عن ايه هي السيكوال والخطوره بتاعتها، لكن قبل ما ابدا اقول لك ازاي هاك بقى السيكوال دي، يعني هبقى منافق لو وريتك على طول ازاي نعمل كذا بعدين الخطوه الفلانيه وانت اصلا مش فاهم ازاي بيتم التعامل مع السيكوال كشخص عادي. انا عارف ان مفيش شخص عادي بيتعامل مع السيكوال مباشره، انا قصدي مجرد اوامر بسيطه بس. السينتاكس بتاع السيكوال ده ماشي عامل ازاي،
وشكله ايه. حتى يعني يا جماعه ايام زمان ايام التسعينات قبل ما يبقى كلمه هاكر معروفه بالشكل الحالي والتقليد اللي احنا عايشينه يعني، كان الهاكر ده مجرد شخص بيبقى عارف ازاي يتعامل مع تكنولوجي ايا كانت بقى هي، لكن بشكل معين يفوق اي شخص تاني، فبيكون عارف ايه الثغرات اللي في التكنولوجي دي ويقدر يستغلها بشكل اكبر. وطبعا ده مش هيحصل غير لما يكون فاهم كويس هو بيتعامل مع ايه. تعال نبدا بابسط حاجات بس في السيكوال، زي مثلا الستيتمنت او شكل الكومنتس بيبقى عامل ازاي. انا مش هحتاج معانا هنا غير اللاب، وهسجل دخول على قاعده البيانات هقول له سودو ماي سيكوال داش يو اقول له روت واضغط انتر، هدي له الباسورد بتاع السيرفر نفسه، وانا عاملها من غير باسورد فدخلت معاه مباشره. وهنا ابدا انفذ اوامر سيكوال بتاعتي. في الاول خالص لو ابدا اقول له شو داتا بيزز بعدين سيمي كولون في الاخر واضغط انتر، كده هيوريني كل قواعد البيانات اللي عنده. انا عايزك بس تركز على القواعد البيانات دي، هتلاقيها مالوفه نوعا ما بالنسبه لك. البي دبليو اب الخاص بالبي دبليو اب ويب سايت اللي بنتست عليه، ودي شالنجز ودي في دبليو اي والمطيل دي وغيرهم. لكن هنلاحظ هنا ان في حاجه اسمها داتابيز اسمها انفورميشن سكيما، خليها بس في بالك دلوقتي، هنرجع لها قدام، مش عايزك تشغل بالك بيها دلوقتي. طيب دلوقتي قاعده البيانات زي ما احنا عارفين هي بالظبط عباره عن مجموعه من الجداول. يعني لو خدنا على سبيل المثال حاجه زي البي دبليو اب، عشان اقدر استخدم كوماندز عليها لازم اقول له يوز استخدم لي واسم قاعده البيانات، واقفل الستمنت بتاعتي واقول له انتر. طيب انا كده في الاول قلت له وريني الداتابيز، دلوقتي انا خلاص انا جوه الداتابيز نفسها، فاقول له ايه شو تيبلز، يعني وريني بقى الجداول اللي عندك شو تيبلز. قال لي والله ان انا عندي الجداول دي. طبعا كل جدول من دول وليكن على سبيل المثال مثلا اليوزر، فالتيبل اللي اسمه يوزر ده بيبقى جواه كولومز او الاعمده. زي اليوزر ده طبيعي ممكن الاقي جواه اليوزر نيم والباسورد والايميل، فدي كلها اعمده جواه التيبل اللي اسمه يوزر. دلوقتي احنا عرفنا الستيتمنت وشكلها بيبقى عامل ازاي، بكتب الكوماند وفي الاخر سيمي كولون وخلصت على كده. اشوف بقى ازاي بيرفورم كويري، ازاي اعمل كويري. ابسط انواع الكويري على سبيل المثال ممكن اقول له سيلكت، يعني هات لي بمعنى صح، خلينا نقول كل حاجه اسرك ليها كل حاجه، او ممكن اقول له اول فروم وادي له التيبل نيم لو يكون مثلا يوزرز، واقفل ضغط انتر. واضح نقول ما اشتغلتش هنا، اديته استرس او علامه النجمه. لكن خلونا نغير الداتابيز دي، نجيب واحده ابسط حبتين. ممكن اقول له شو داتا بيزز يوز واختار ماتيلدي شو تيبل ونتعامل مع الاكونت. ممكن اقول له بكل بساطه سيلكت اول فروم اكونت واقفل واضغط انتر. ده شكل التيبل عندي، ودي الكولومز او الاعمده اللي بداخله. هنا مثلا هلاقي ده نمبرز وده اليوزر نيمز الموجوده، وكل يوزر نيم قصاده الباسورد الخاص بيه. وهنا مثلا بيقول لك هل هو ادمن ولا لا. طيب فاكرين لما قلنا وانا جاي اعمل لوجن هو كان بيبعت الكويري شكلها سيلكت يوزر نيم فروم اكونت لما اليوزر نيم كان اسمه كذا؟ طيب تعال نجربها كده، سيلكت يوزر نيم فروم اكونت. انا كده ما عملتش اي حاجه، انا هنا قلت له سيلكت كل حاجه، هنا بس بقول له هات اليوزر نيمز بس. حتى لو قفلتها كده وضغطت انتر هلاقي ظهر لي كل اليوزر نيمز. طيب نكمل حتى نرجع للاولى اهي، فروم اكونت وير. وير دي كاني بقول له لما اليوزر نيم بيساوي مثلا كلمه ادمن واضغط انتر هلاقي فعلا ظهر لي ادمن بس. وهنا انا بدات احدد له بالظبط انا ايه اللي انا عايزه. ممكن اقول له كلمه اند، وهنا نبدا نتعامل مع الاوبريشنز، يعني اند اور وترو او فولس اند باسورد ايكوال ادمن باس اللي هو الباسورد الخاص بادمن. واضغط انتر هلاقي فعلا رجع القيمه بتاعت ادمن ده. طيب ايه اللي يحصل لو انا كتبت باسورد غلط؟ خلونا ناخد الكوماند ده تاني. ايه اللي يحصل لو انا قلت له الباسورد مش بتاع ادمن ده وليكن كده مثلا؟ قال لي امتي ستيتمنت، هو ما لقاش حاجه، هو ما لقاش حاجه بالشرط اللي انت طالبه ده، ما لقاش حاجه اسمها ادمن والباسورد بتاعها ادمن، والباسورد بتاعها ايه؟ ادمن باس. طيب لو خدنا الستيتمنت دي كده وجيت قلت له بدل اند دي قلت له اور، اور معناها يا جماعه لازم واحد من الشرطين يكون صح. يعني هي بتشتغل كده، لما اقول له 1 اور 1 هيديك قيمه ترو، 1 اور 0 هيديك قيمه ترو، يعني واحد منهم سليم، 0 اور 1 هيديك قيمه ترو، 0 اور 0 هيديك قيمه فولس مش موجوده. طيب تعالوا مثلا نقول له الباسورد حاجه مش موجوده زي اي كلام مش موجود، تمام؟ لكن اليوزر نيم انا عارف ان اليوزر نيم اسمه ادمن موجود، وضغط انتر لا رجع لي قيمه. طيب لو عملت نفس الموضوع وغيرت هنا اسم مش موجود هلاقي رجع لي ولا حاجه. وده بس كان الفكره من الستيتمنت وازاي بتشتغل وازاي بيتم موازنها. ولو هنلاحظ هنا انا قلت له سيلكت يوزر نيم، ممكن اقول له سيلكت حاجه كمان يوزر نيم والباسورد لما اليوزر نيم كان اسمه ادمن، فعلا جاب لي اليوزر نيم بتاع الشخص ده. مش لازم اديله اليوزر نيم، ممكن اديله السي اي دي نمبر. ايه السي اي دي ده؟ لو نرجع تاني اللي هو ده كده النمبر بتاعه، هل هو 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا الكلام ده كله. تعال نجرب كده، انا هقول له هات اليوزر نيم والباسورد لما السي اي دي ايكوال 1، فعلا رجع لي البيانات بتاعه اليوزر نيم والباسورد لما السي اي دي سوا 1. تعال نجرب حاجه ثانيه، لو اقول له مثلا لما از ادمن ايكوال ترو
is admin equal true وضغط enter فاللي يرجع لي كل الناس اللي عندهم صلاحية الادمن على السيرفر ده. وده كان ببساطة select statement اللي هي ابسط انواع الستيتمنت في الماي سيكوال كلها ازاي بتشتغل. طبعا بقدر اضيف لها حاجات تانية زي where كده اقول له مثلا اعمل لي limit. يعني مثلا لو جيت هنا وقلت له نزل تحت limit by 1 و 1 اللي يظهر لي تاني لاين على طول. ليه تاني لاين؟ لان الكاونت عندنا بيبدأ من 0. خلونا ناخد نفس الستيتمنت تاني ونجرب 0 هلاقي رجع لي اول حاجة كانت موجودة معايا وهكذا. ليه انا بشرح الكلمة دي بتاعت ليميت دي بالذات؟ لان دي هنحتاجها يا جماعة لما نيجي نطلع يوزر نيم وباسورد. وانا مثلا انا طلعت لو فرضا ان الويب سايت بيرجع لي قيمة واحدة بس او لاين واحد بس وانا قلت له سيلكت كذا هات لي مثلا يوزر نيم والباسورد فطلع لي اول سطر ومش قادر انا اجيب التاني فممكن اقول له ايه ليميت باي كذا وساعتها اخليه يجيب لي التاني او التالت. طول ما انا بزود في الرقم بتاع الليميت اللي هنا ده هيجيب لي الحاجة اللي انا عايزها. طبعا في طرق كتيرة ان انا مثلا اعمل سورت ارتب من تحت لفوق او اقول له هات لي كل حاجة ما عدا الادمن والباسورد اللي اسمهم كذا. في طرق كتيرة جدا السيكوال يا جماعة فليكسبل بطريقة مهولة وهنكتشف ده ان شاء الله لما نتقدم فيها حبتين ونوصل لجزئية الايفيجن وازاي باي باس فاير رولز هتعرفوا قد ايه هي مرنة جدا. نيجي الدور على ازاي نعمل يونيون للريزلت. يعني ايه يونيون؟ يونيون دي ببساطة زيها زي الوير كده لكن كل فكرتها انا بقدر اضم تو تيبلز على بعض وليكن مثلا ده التيبل اللي اسمه اكاونت ده كل تيبل اسمه اكاونت. لو جيت هنا مثلا على تيبل تاني اسمه كريدت كاردز هلاقي فيه 1 2 3 4. فلو انا حابب اعرض مثلا اليوزر نيم والباسورد والسيجنتشر واذا ادمن ولا لا دول اربعه هما كمان اعرضهم مع القيمه دي بستخدم يونيون. يونيون يا جماعه معناه اتحاد. تعالوا نجرب ستيتمنت عاديه خالص عشان نشوف اليونيون لما تضاف عليه بيبقى شكلها عامل ازاي. اختار مثلا حاجه زي دي بسيطه خالص وير السي اي دي ايكوال 1 مثلا فخلاص عرض لي التو كولمز دول انا طالب منه اصلا 2 1 2. طيب لو جيت هنا وقلت له يونيون هوم جه ضايف ستيتمنت ثانيه سيلكت ثانيه خالص سيلكت انا عاوز ايه هنا مثلا عاوز السي سي نمبر اللي هي كريدت كارد نمبر والسي سي في الخاص بيها. هو اليونيون سيلكت اعمل لي اتحاد مع السي سي نمبر كوما السي سي في فروم كريدت كاردز ده يعتبر تيبل تاني خالص وده كان الاساسي الخاصه بينا هنا كده كان اخرها هنا. انا كل انا قلت له يونيون سيلكت اعمل لي اتحاد للكوماند التاني ده. طبعا انا لو رنيت ده لوحده كده هيشتغل عادي. تعالوا حتى يعني نلغي ده خالص ورن الكوماند التاني اللي هو سيلكت كريدت كارد والسي سي في فروم كريدت كاردز سوري سي سي نمبر هلاقي عرض لي فعلا الكريدت كارد نمبر والسي سي في الخاص بيها. طيب ناخد الكوماند ده اللي عايزين نضيفه على الكوماند التاني اللي هو كان بيعمل لنا ايه اصلا ده مثلا لكن احنا قلنا هنسليكت اليوزر نيم والباسورد ده كده عايز اضيفه على ده. فممكن اجي هنا كده واخد ده واضيفه هنا كده لكن اقول له ايه يونيون واضغط انتر برضو اخدت اللي فيها كلمه نمبر غلط سيلكت سي سي نمبر والسي سي في فروم كريدت كاردز. لو الاحظ هنا هلاقي ده اللي انا كنت طالبه في الستيتمنت الاولى عرضه لي هنا كده عرضه لي هنا كده في تيبل لوحده. وبعدين الستيتمنت الثانيه اللي هو بيجيب فيها الكريدت كاردز دي 1 2 3 4 5 هلاقي عرضهم لي هنا 1 2 3 4 5 كده قدرت ان انا اضم جدولين على بعض. لكن الشرط ان حاجه زي كده تشتغل اليونيون اوبريشن تشتغل انه يكون هنا في الستيتمنت الاولى كان بيختار يوزر نيم وباسورد يعني تو كولومز. لازم انا لما اجي اقول له يونيون سيلكت اقول له برده حاجتين انا هنا اخترت ايه الكريدت كارد والسي سي في. طيب لو جيت امسح السي سي في كده واخترت حاجه واحده بس هيقول لي الرساله دي وركز فيها قوي قال لك ان اللي انت استخدمتها للستيتمنت دي عندها ديفرنت نمبر من الاعمده او الكولومز. الكلام البسيط ده هو اساس السيكوال انجكشن لان ببساطه ممكن اجيب ستيتمنت زي اللي في الاول دي اللي هي مثلا بتخليني ادخل يوزر نيم وباسورد واجي اقول له بعدها ايه يونيون سيلكت هات لي الحاجه اللي انا عايزها. طبعا انا هنا انا كنت عارف انا بقول له ايه بالظبط بقول له هات لي الكريدت كارد نمبر والسي سي في من اسم التيبل ده. هناك اتاكد هبقى عارف الكلام ده هبقى عارف اسم الكولوم ده وده وكمان اسم التيبل ده اكيد لا بس في طرق ان انا اعرفها بيها ودي لها علاقه بالانفورميشن سكيما داتابيز اللي هنا لان دي بتحتوي كل حاجه. خلي دي نوت على جنب كده معاك لحد ما نوصل لها. كده خلصنا من ايه هي السيكوال وازاي بتشتغل وازاي بقدر اتعامل معاها. احنا عرفنا الغلط بيكون فين. طيب لو هنرجع لهنا كده مثلا ودي صفحه لوجن عاديه بنشوفها في كل المواقع تقريبا ايه الغلط فينا؟ الغلط ان هو لما بدخل يوزر نيم وباسورد مش بيتحقق هل انا عامل له انبوت ده بيوافق شروط معينه ولا لا. يعني على سبيل المثال لو جيت قلت له يونيون سيلكت يعني طبيعي ما فيش حد هيبقى اسمه يونيون سيلكت نادرا. اجي اعمل انجكت مثلا للسيمي كولون طب في هل في يوزر نيم هيبقى في سيمي كولون؟ فمش طبيعي. فالخطا بيجي من هنا
ان البروجرامر او الديفلوبر مش بيتحقق من اليوزر انبوت. ولو هقول كلمه واحده يا جماعه درس مستفاد خلال شغلك في السكيورتي كله بشكل عام, يعني اكتر معلومه الواحد لازم ياخدها في رقم واحد عنده, dont trust user input never. ما تثقش ابدا في اي مكان بتقدر تاخد منه يوزر انبوت ابدا, حتى لو كان اسم ملف, وهنشوف ده قدام. طيب ايه الاماكن اللي اقدر بقى ساعتها الاقي فيها سيكوال انجكشن, يعني ايه الاماكن اللي ممكن بيبقى فيها حاجات بتتبعت للداتابيز واقدر انا ساعتها اتعامل معاها؟ عندك الجيت ريكويست العادي خالص, لما اقول له مثلا HTTP على الموقع الفلاني والاندكس دوت بي اتش بي, وعندك بارامتر اسمه ID واخد قيمه احمد محمد رقم واحد. رقم واحد هنا بقى ده اليوزر انبوت بتاعك, وهنا اللي بتقدر ساعتها تتعامل مع السيكوال انجكشن فيه في جيت ريكويست عادي خالص. يعني ممكن نشوف مثال حاجه زي الدي في دبليو اي, اسجل سيكوريتي خليها له سيكوال انجكشن, اضغط هنا بقول لك اكتب اليوزر اي دي بتاعك, لو اقول له مثلا 1 اعمل سبميت, هنا رجع لي الداتا الخاصه بالشخص اللي الاي دي بتاعه واحد, والاقي هنا في الريكوست معمول جيت ريكوست عادي وبارامتر اسمه اي دي واخد قيمه نمبر واحد اللي انا عملت له انسيرت من هنا. ده كده اول مثال تقدر انك تلاقي فيه سيكوال انجكشن. الطريقه الثانيه انك خلال بوست بيزد سيكوال انجكشن, زي ايه؟ زي HTML form او صفحه HTML فيها لوجن بيج زي اللي احنا شفناها كده مثلا, او حتى زي دي لوجن بيج بديله فيها يوزر نيم وباسورد, واكيد بيروح يتاكد من قاعده البيانات هل الكلام ده صح ولا لا, وده طبعا ساعتها بيبقى بوست ريكويست لاني ببعت بيانات على السيرفر. وعندنا الهيدر, الهيدر بيزد زي مثلا الريفيرر هيدر او الهوست او اليوزر ايجنت اللي تبقى في الريكويست. يعني فتحنا البيربي دلوقتي وبعتنا اي ريكويست للسيرفر سواء جيت او سواء بوست, يبقى قايل لك مثلا ان انت عندك الريفيرر من كذا او الهوست نيم مثلا هو victim.com واليوزر ايجنت بتاعتك موزيلا فايرفوكس الخ الخ, ساعتها المكان ده تقدر تعمل فيه سيكوال انجكشن, وهنشوفه برضو خلال الامثله. واخر حاجه معانا هو الكوكي بيزد سيكوال انجكشن. فاكرين لما مثلا كنا بنقول ان الكوكي بتاعتي php session id equal وقيمه معينه, اهي القيمه دي بقى تقدر انك تنجكت فيها سيكوال انجكشن, لان في بعض الاحيان القيم دي بتتخزن في الداتابيز او بشكل او باخر بيتم التعامل معاها عن طريق قاعده البيانات. فاي فاريبل تلاقيه في الكوكي id او يوزر نيم او اي قيمه تقدر تنجكت هنا كده سيكوال انجكشن. طيب خلصنا من ازاي الاقي سيكوال انجكشن. طيب ازاي بقى اديتكت, ازاي اعرف ان المكان ده فيه سيكوال انجكشن او ما فيهوش سيكوال انجكشن؟ انا كده عرفت كل الاماكن المحتمل اتشيك عليها. طيب ازاي بقى اتاكد, اقطع الشك باليقين ان الحته دي او البارامتر ده فيه سيكوال انجكشن؟ بيتم عن طريق خلينا نقول السيكوال كاركترز, زي مثلا سنجل كوت اللي هي حرف الطاء او دبل كوت او باك سلاش او حتى الهاش والسيمي كولون, ومثلا ممكن لو عندك مكان نمبر تديله سترينج او علامه الات, او خلينا نقول نصنفهم بشكل عام اي سبيشال كاركتر السيكوال بتفهمها. لانك لما تديله سبيشال كاركتر السيكوال بيفهمها, زي مثلا السنجل كود دي اللي هي المفروض بتبقى جواها سترينج وهي مكانها غلط, فهيطلع لك ايرور معظم الحالات. يعني برضه نعرف انواع السيكوال هتبقى ايه, لكن ده اللي بتكلم فيه انه هيطلع لك ايرور لانه مش فاهم اللي انت بعته له ده في السياق المفروض ان هو بيتكلم فيه. وعشان نلخص الدنيا, فاحنا غالبا بنستخدم الاقواس دي او السنجل كوت والدبل والباك سلاش, وكل واحده ليهم استخدام وهنعرف برضه ليه. نيجي بقى على السؤال الاهم, وازاي اكسبلويت السيكوال انجكشن, وهي الخطوات الصح اللي المفروض اتبعها عشان من اول ما ابدا اشتغل على موقع لحد ما اطلع كل البيانات الخاصه بيه وكنترول السيرفر ده.